لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمضيف الرجاء الرياضي الذي يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة من أصل 10 مباريات. الرجاء 3 انتصارات 5 تعادلات وهزيمتين، حصيلة تبقى سلبية جدا بالنسبة لكل مكونات الرجاء التي كانت تراهن بشكل كبير للعودة بقوة رفقة المدرب فاسورة مندر الكبير. ما يقال على الرجاء يقال على اتحاد طنجة، وإن اختلفت المعطيات بالشكل. المباراة لتنطلق مع التطلعات والأماني والانتظارات من جانب عشاق الفريق أرمعان، ولتنطلق من جانب ناصر فريق الرجاء الخامس كوشي بوكي. تمشي الكرة من جهة اليسرى والذي لا تلوش بها عرضية الفضاء يغتيل بعد تعليق الراسية طرت الكرة على اسماعيل الغزالي، تمشي بعيدة هاتي على كرة تغادر ركلة مرمى لفائدة فريق الرجاء الرياضي. أجواء كما قلت استثنائية لفائدة روشير هولو، يختار البينية طالت هذه الكرة تغادر إذن لفائدة من اللاجئة اليسرى ثويلة أمامية وضعية تسلل حمزة خبا. إذن في وضعية تسلل حمزة خبا تعود لعناصر اتحاد طنجة. منطقة الجزاء تحضير من الرواق الأيمن بحث عن المراوغة من جانب يسرى بوسوق العرضية، خروج الحارس بدر الدين بن عاشور يتبكر من حارس فريق اتحاد طنجة. الانطلاقة من جانب محمد بوركسوت العرضية من محمود بتايك تغادر إشارة بوجود ركلة ركرية عبر الرواق الأيمن من عبد الله مدكور. عرضية كانت قصيرة من عبد الله مدكور تغادر، تماس يحتسب لفريق الرجاء كقاسم مشترك سواء من شارب جماهير الرجاء وكذلك جماهير اتحاد طنجة. إشارة بوجود المخالفة تحتسب لعناصر اتحاد طنجة. التنفيذ سيكون رقم اليسر بوسوق في الخطورة في الخطورة في الخطورة. ضاعت 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 للفرص الرجاء من جانب حمزة خبا الذي يبحث عن الهدف. الهدف من يسرى بوسوق ربحت عن التمرير المقاس هذه اللمسة، مطالبة بمخالفة في لقطة أخيرة، مطالبة بمخالفة من جانب محمد بوركسوت الحكم عدوت، لكن الحكم أشار بعدم وجود الخطأ. تفتك الكرة النشوية يتدخل عادل زرق من جناح أيسر ولمحاولة راسية راسية اكتسب طبع الخطورة بالطرف محمد زريدة في حدود الدقيقة 19 بعد عرضية على المقص من محمد بوركسوت. هنا التمرير من الجهة اليسرى تلقى من محمد بوركسوت يختار العرضية على المقص ثم التايك يختار العرضية في اتجاه من حمزة خابة تطلع عنه تمشي مباشرة لدفاع فريق اتحاد طنجة. يعني لاحظوا قد تدفع الثمن غالية، لذلك تفكر بأمكن لسمتة ثم بعد ذلك البحث عن المفاجأة. ولو إشارة بوجود المخالفة يتدخل عادل سوراق بصفرة تليق بهوية الرجاء. هذه عرضية جهة أمامية، هناك التغطية من إسماعيل الغزالي من عاشور يسارية كرة كانت من محمود بن تيك تغادر ركلة مرمى لفائدة فريق اتحاد طنجة. جماهير الاغتيال هيركوليس اسم غني عن كل الرجاء من وسط الترميدين طويلة أمامية متابعة الخطأ يحتسب لفائدة فريق الرجاء. خلونا مع متعة الأجواء ركز كثيرا على الأدوار الدفاعية لأنه اتحاد طنجة يعلم كل ما جرى الرجاء نحو الجولة الثانية. الفعل من طرف الرجاء واتحاد طنجة روسية خطيرة جول 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 في أول هدف رفقة الرجاء الرياضي في الدوري الاحترافي. حمزة خبا يسجل في حدود الدقيقة 28 من خلال كرة ثابتة استثمرت بعد عفوة دفاعية. خبا يسكن في شباك بدر الدين بن عاشور يمنح الأفضلية لفائدة الرجاء الرياضي. فرحة كبيرة من جانب الجماهير الرجاء الرياضي بعد ذهابه لإياب تومبا في ذهاب موسم 2018-2019، لكن بعد ذلك يعني منذ إياب 2019 الرجاء الرياضي حقق الانتصار.
تمشي من رجال من خطيرة العرضية يسر بوسوف اتجاه حمزة خبا يضغط في هذه الحدث ثم هنا تنفذ عبر القيمة الثانية البحترة الروسية ارتقاء من طرف جمال حركاس بالراس هنا حمزة خبا طريقة جميلة تحضير الكرة عبد الله مذكور ثم يغطي دفاع بن محمد صبور مخالفة تحتسب محمد ورقصوت تقدموا للتسديدة تسديدة مرت جانبا من جانب محمد بولكسوت اختار الحل الفوز سيبحث من اجل السمات مرة اخرى والبحث عن اولى البدايات الهجومية مغامرة من جانب بدر الدين بن عاشور ابعاد من بن عاشور مراوغة جميلة لكن برغم ذلك قلت لفائدة فريق الرشا الرياضي الى حدود اللحظة هنا ارتكاب هنا المتابعة بين يدي الحارس اذا تنفذ الكرة من اسماعيل الغزالي هنا كرة فاتجه من ابعاد درجاوي محمد ورقصوت تنفذ مقوس اربعه روسيه جول 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 ومن غير المطرقه جمال حركاس ضاعت عليه الاولى حينما يعني سد الكره بالراس وكانت المتابعه من حمزه خبا لكن الثانيه سدد بشكل مباشر فاتجاه مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور ليسجل الهدف الثاني للرشا الرياضي في مرمى فريق الاتحاد من الوصول في مناسبة تالي مرمى الحارس بدر الدين بن عاشور هذه خطيرة خطيرة ضاعت 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 يا حسن يا سرايبي في أول كرة تكتسي طبع الخطورة من الاتحاد 12 حكم يقر وصلوا لعيبة مواصل لعب بن علي مصر على أنه كان هناك لمسة يد وبذلك عادي زراق سيتأكد من هذه الحالة عادي زراق في مناطق اتحاد طنج تلعب مقوسة فرصة خطيرة جول 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 الجول الثالث من حمزة خبا يسجل الثنائية الشخصية لحمزة خبا والثالث للرجاء الرياضي وبذلك يقضي على أحلام اتحاد طنجة مبكرا في هذا الجولة الثانية في حدود دقيقة 54 لعبت كرة ثابتة من جديد وكلما تعلق الأمر بالكرة الثابتة إلا وتظهر الخطورة الرجوية ظهرت من خلال ركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني كيف حالكم أتمنى أن تكونوا بأحسن حال مرحبا بكم في مورو كومول المتواجد بشاطئ عين دياب أريد أن أقربكم بأجواء المول وحوض الأسماء المتواجد فيه وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.